مواصلة لسلسلة مشاريعها الخيرية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، الجمعية الخيرية كفل اليتيم لولاية البليدة تطلق حملتها التضامنية عيدنا تكافل في نسختها السادسة، التي تستهدف هذه المرة توزيع 1000 أضحية على الأيتام لمشاركتهم فرحة هذه المناسبة الدينية. عندنا حملة عيدنا تكافل لجمع 1000 أضحية لفائدة الأيتام، ونحن في أطوار الحملة هذه التي هي في طبيعتها السادسة على التوالي، والحمد لله أن نسجلوا إقبال غير مسبوق من طرف المحسنين من مختلف شرائح المجتمع. كل واحد يمد على قدر الاستطاعة من أجل إدخال الفرحة والبسمة والسرور على قلوب الأيتام. الحملة التضامنية في طبعتها السادسة عرفت نشاطات تحسيسية واسعة، بداية من 22 أوت استهدفت من خلالها كافة مواطني البليدة على مستوى المساجد والشوارع والمساحات التجارية، وذلك من خلال توزيع الملصقات الإشهارية والإعلانات، حتى يتسنى جمع أكبر عدد من الأضاحي لزرع البسمة في من هم بحاجة إليها. احنا الحاجة الأولى اللي نديرها في الحملة هذه الإشهار والتعريف بالحملة، حتى نحقق للمحسنين يكون اتصال مباشر، روحوا لهم قال انا دايرين حمله لفائده الايتام والارامل، راح نلموا 1000 اضحيه، الحاجه اللي تنجموا بها تعاونونا بها، ونكون تكون عندنا ثاني في كيما كتشوف هنا مراكز تجاريه، عندنا حملات توزيع المطويات للمره وكذا، نعطولهم المطويات ونعرفوهم بالحمله هذه، ونعطولهم الكوردوني تاعنا تاع الجمعيه باش يعاونونا بالاضاحي. العائلات المستفيدة من الحملة التضامنية أشادت كثيرا بهذه المبادرة الإنسانية، وكانت الفرحة بالحصول على الأضحية لا توصف. يا رب كما يقولوا يكثر الخير كف اليتيم وفاني لقوا المحسنين، كما يقولوا لقوا ما ننساهم شو ما فاني يقولوا يعطيهم الصحة كما هما رام يعاونوا في تاما وفي نحن الأرامل، نقول لهم باللي يعطيكم الصحة. قداش نصفاكم قدم فرحتوا لولادي، راح نقول لكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نشكر الجمعية الخيرية كافل اليتيم بني مارد، فرع بني مارد. وحتى تمتد هذه الفرحة إلى أكبر عدد ممكن من اليتامى والمعوزين، تبقى مساهمة ذوي القلوب الرحيمة والمحسنين مطلبا أساسيا لجمعية كافل اليتيم، حتى تتمكن من تجسيد مشاريعها الخيرية.